ونبدأ في كيك جميل لطيف، يعني ايه حلو مع القهوة مع الشاي مع أي حاجة احنا عايزين نعملها. تعالوا نقول بسم الله، نقول مقادير الكيك. هعمل كيك الهيل فيها نسبة من الحبهان حلوة كده وجميلة، طعمها جميل مش هتبان للناس اللي بتبقى فاكرة انه هيبقى طعمها قوي، لا. تعالوا يلا نقول بسم الله. المقادير عندي 150 جرام من الزبدة، انا هكرملها، كرملها يعني هسخنها، هسخنها كده اديها تيست حلو، وقبل ما انا اطلع بتاعتي يكون استعرضنا مقاديرنا. عندي كمان اربع بيضات، عندي معلقه من الفانيليا، وعندي كوبايه وربع من السكر. تقدروا تخلوها كوبايه واحده بس زي ما انتوا عايزين، السكر ده يرجع لحضراتكم، عايزين تستخدموا السكر الدايت برضو ما فيش مشكله، هيبقى العبوه اللي فيها مثلا بتحلي معلقتين هنحط منها اتنين خلاص. طيب عندي كوبايه الا ربع من اللبن، معلقه كبيره من الهيل المطحون. لو انا عندي حبهان هطحنه في المطحنه وهصفيه وهاخد الحبهان فريش. كوبايتين من الدقيق ومعلقه كبيره بيكنج باودر ومعلقه صغيره قرفه حسب الرغبه. الحاجات دي كلها حلوه وحارقه، والكيكس دي كيكس جميله ونقدر نستعيد عن الزبده بالزيت مفيش مشكله خالص. طيب عندي للتزيين لو حابين تدوها نسبه سكر في شربات، انا هحط لها الحقيقه شويه لوز ورشه سكر بودره على الوش وخلاص، تعويضا ان انا حاطه هنا سكر كميه بسيطه، حاطه تقريبا حوالي كوبايه الا ربع، فحطيت على الوش بس سكر بودر، فهي اما شربات او سكر بودر. انا هنا هاخد اول حاجه كده الزبده هكرملها شويه، يعني هديها كده ايه تسخن وتكرمل سنه معايا كده، تدي تيست وطعم جميل. واللي مش عايز يعمل الخطوه دي خليها مذابه بس ماشي، اللي عايز يشيل الزبده خالص ويحط تلات ارباع كوبايه زيت هتبقى حلوه قوي في على الكيك دي، تلات ارباع لكوبايه زيت هتبقى ممتازه على الوصفه دي على حجم الكيك ده. طيب هاخد بقى انا كده البيض وهنا جنب حضراتكم كده اسمحوا لي هكسره عشان نطمئن انه ايه البيض تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، بيضه بيضه علشان نضمن انه ما فيهوش اي حاجه لا قدر الله. ساعات بيبقى فيه بيض متخزن من الصيف، بس بصوا البيض هنا فريش ازاي، لانه سوائله مليانه ازاي. طالما البيضه السوائل حواليها قويه كده وفريش بتلعب وغنيه، تبقى البيضه دي طازه. كل ما تقل السوائل كل ما تبقى البيضة دي ما هياش طازة بقالها فترة. تمام؟ بسم الله. ادي كده. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. كده. عايزة أقول لكم الحبهان ده من الحاجات برضو الجميلة القيمة جدا. عايزة أقول لكم بيعالج الانتفاخات وبيطرد البلغم، مفيد لنزلات البرد والرشح جدا. التهابات الزور. انا مش هحط كتير من السكر، نص كوبايه. عايزه اقول لكم رائع، هاخد الفانيليا طبعا. بسم الله. عايزه اقول لكم طارد للسموم اللي في الجسم بشكل رائع وبيقوي المناعه. بصوا بقى هاخد هنا كده خلطه بسيطه، الناس اللي عندها ضعف عارفين ساعات يعملوا ايه، يحطوا مع براد الشاي اتنين حبهانه، اتنين قرنفله، ينسونا نجمه. هبدأ بقى هنا احط البيكنج باودر على الدقيق، وطبعا القرفه والهيل او الحبهان بصوا، ولسه اللبن هنحط بقى اللبن هنا، مش عارفه دي ممكن احط هنا، ايوه. تقدروا تستخدموا حليب جوز الهند كمان يا جماعه. بصوا سايبه الزبده بس تاخد وتدي كده مع بعضها، طبعا انا مش هحط الكميه دي كلها، هي حاجه منها بس انا ايه خليني اخد منها شويه هنا. طبعا ما تنسوش رشه الملح، هضيفها دلوقتي حالا، رشه الملح مهمه قوي مع الحلو والحادق. ف
في الحلو بتظبط وبتعمل بالانس كده في مع الحلويات. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده انا اخدت نص كوبايه. خلينا نخلط الخليط ده وهبدا اخد كده مع حضراتكم القالب اللي انا اشتغلت فيه ده. القالب اهو، اسمحوا لي ادهنه بمسحه بسيطه من الزبده اللي انا بما اني عملت يعني الكيك ده بالزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلب الحاجات الجميله دي كده كلها مع بعض كده لحد فوق عشان لما تعلى تبقى ما تنشفش وما تلزقش مني. الزبده ممتازه، عايزين تبطنوا بدي. بس هو القالب ده عموما ما بيلزقش، فانا مش يعني مش محتاجاه لها. لكن اذا حضراتكم عندكم قوالب تانية معدن او الومنيوم بيفضل بورقه زبده تتحط او نبدرها بالدقيق. خلاص هاخد بقى في بوله كده مكونات الجافه دول، انا حاساهم اقل من كوبايتين دقيق غالبا، دول هيزيدوا شويه دقيق. الايه يا حبيبتي كده؟ معلش دول ناقصين. ايوه طبعا هنعمل كده، بس دول ناقصين معلقتين دقيق. المعايره بالبولات مش صح، المعايره بالكوبايات المعياريه. تعالوا بقى هناخد الخليط السائل وهنيجي هنا. احنا قلبنا الخليط ده كله، الهيل مع القرفه، بيكنج باودر، رشه الملح. اللي حابب يحط، انا هحط شويه لوز جوه وهسيب شويه للتجميل، شويه كده لوز. اللوز من الحاجات الصحيه الجميله جوه الخليط. ونقلب كده تقليبه حلوه وهنضيف المكونات السائله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنقلب بالسباتولا. بسم الله كده بشكل كده دائري. عايزه اقول لكم من الكيكات الجميله جدا اللي طعمها رائع رائع رائع. عايزه اقول لكم لما باجي اعمل قطايف او حاجات خاصه برمضان لازم الحبهان احط في الشربات، ولازم القرنفل والقرفه، العود بستخدم العود يعني لانه طعمه بيبقى اخف شويه من الباودر، اكثر اقل حده يعني. احاول استفيد، باخد الجنزبيل واحطه في الشربات للولاد يعني ادعم برضو الحرق بشكل او باخر والفايده عشان الجهاز التنفسي. واخر حاجه بضيفها هي بتبقى الليمون وال مهم مش عصير البرتقال. يا جماعه في الفتره دي اشربوا عصير برتقال، ممكن تخلطوا برتقال بجزر للفايده اكتر، وعشان البرتقال بيعمل اسهال مع الوقت. وممكن كمان نبدا نشتغل على ان كل حاجه في الفاكهه نعصر عصير ليمون على كيوي على تفاحه وياكلوه كده، يعني ندعم فيتامين سي بشكل او باخر، مهم قوي، مهم الفتره دي جدا. اهو بقلب كده تقليبه حلوه. تعالوا بقى ننزل الخليط ده. الفرن شغال عندي على حراره 180 على الشبكه في النص، هحطها وهوري حضراتكم ما بتطلع اهي كده بس، وهاخدها اوديها على الفرن وايه ونبدا نسيبها تستوي واوريكم شكلها طالع عامل ازاي. هنزينها مع بعض دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو هنا على الشبكه خليته 180، كنت مسخناه على 200 قللت الحراره ل 180 على الشبكه في النص وهقفل عليها. هتاخد حوالي 35 دقيقه، 25 35 على حسب يعني خليط الكيك او حجم الكيك. في ناس ممكن تبقى عايزه تضاعف الحجم ده او تضاعف المقادير. هوريكم الشكل كده بعد ما بتطلع وبنقلبها اهي. ممكن بقى نعمل كالاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي سخنه ممكن ده حل للي بيحب بقى السكر. هناخد كده هي هي خدعته هي هي، بس انا طلعت دي من غير تزيين. اوري لحضراتكم الفكره من ان انا ممكن احط معلقتين من الشربات او العسل. لا التانيه عليها سكر بودره، هنحط لها دلوقتي يا فندم. احنا دلوقتي حالا هنديها شاور. هنديها شاور سكر اهو. بصوا اهي خلاص،
وبعدين شوية اللوز اللي هيمسكوا فوق شوية الشربات الحلوين اللي احنا عاملينهم. وصحة وهنا على قلب حضراتكم. هقطع لكم حتة طبعا عشان احنا قاطعين حتة هناك، بس خلينا نقطع كمان حتة هنا. بسم الله. ونحطها بقى في مكانها جنب اختها الجميله دي. بسم الله. والنهارده احنا عملنا يعتبر الكورن دوج، عملناه بطريقه سهله وعجينه بسيطه جدا. حضراتكم حابين تعملوه في الفرن اعملوه زي ما انتم عايزين، دخلوه الفرن، لكن العجينه مش هتبقى سايله زي ما احنا عملنا، هنوصلها لمرحله تبقى زي عجينه البيتزا، ونلفها عادي ونرول السوسيسيه جواها وندخلها الفرن عادي جدا، بس ضيفوا في العجين حوالي معلقه او معلقتين زيت جوه العجينه. طيب ده بالنسبة للكورن دوج. عملنا كمان السلطة الفاصوليا الخضراء المسكرة بالفاصوليا البيضة زي اللي بناكلها بره في محلات البيتزا بطريقة حلوة، ذوقوا طعمها هتستمتعوا بيه، وحطوا لها زيت زيتون. وأرجو إن أنتم ما تحطوش زيت الزيتون إلا وقت ما تيجوا تاخدوا تحطوا على طبقكم، لأنه أنا حطيت شوية بس الصغيرين عشان زيت الزيتون الأصلي بيجمد في التلاجة. ماشي. طيب حطيت قديمة قادرها قدام حضراتكم. سلقنا الفاصوليا البيضة، رشة ملح ومعلقة زيت واحدة، وما خليتهاش مهرية، أنا عايزاها زي ما أنتوا شايفينها كده ماسكة نفسها عشان تستمتعوا بيها وتاكلوها وتاخدوا فوائدها. الفاصوليا الخضراء شايفين لونها، ما عملتش فيها حاجة، إني نزلتها في مية مغلية، مفيش، ما كملتش خمس دقايق طلعتها في مية بتلج علشان اوقف التسويه واحافظ على اللون الاخضر وعلى الفوائد اللي موجوده فيها. وبدات استعمل بقى الفلفل الالوان والبصل، نقعناه في الخل والسكر، وكل الاضافات اللي عليه هي ملح وفلفل فقط مع زيت الزيتون. والكيك اللي احنا عملناه النهارده كيك الهيل، حطينا فيه معلقه من الهيل المطحون او الحبهان المطحون، واتمنى يا رب انها تنول اعجاب حضراتكم مع قليل من القرفه. عايز يحط رشه جوزه الطيب ممكن، عايز يحط رشه من القرنفل ممكن. الكيك ده بيطلع طعمه هايل وجميل ومريح مع الشاي بلبن، مع القهوه، مع الشاي الساده، جميله. الولاد ياخدوا ممكن خرطه كده منها، اللي عايز يضيف ربع معلقه صغيره من الزنجبيل الباودر ماشي، كل دي معززات. عايزين تحطوا مكان اللوز اللي انا حطيته عين جمل هيبقى احلى واجمل، فيرجع لحضراتكم. انا طبعا يعني بشكركم جدا، واتمنى يا رب دايما اكون عند حسن ظن حضراتكم. بشكر كل اتصلوا بيا، كل متابعينا الكرام لشاشه قناه الاهلي في كل مكان، بجد تحيه وحب وتقدير لحضراتكم. اسمحوا لنا نستعد دلوقتي للفقره الطبيه في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه.